ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. تمكنت نساء دوار أمزيلة بنواحي جماعة بني وليد في تاونات زوال اليوم من إخماد حريق شب في حقل مجاور لبيوتهن، ومنعن انتقاله نحو حقول الزيتون الممتد على طول وادي ورغا. الحريق الذي استنفر نساء الدوار وعددا من رجاله اندلع في حقل قصب مجاور لواد ورغا، وبدأ يتمدد في اتجاه حقل الزيتون، لكن يقظت نساء الدوار حالة دون انتشار النيران، إذ شرعنا في مواجهة ألسنة اللهب وسلاحهن الوحيد براميل المياه وكمية من الأطربة يحفرنها من حقول مجاورة. وحوالي 10 نساء واجهن الموت وضحين بأرواحهن لإنقاذ الدوار ومنع توغل الحريق في حقول الزيتون قبل أن يلتحق الرجال بفريق الإنقاذ ويتمكن الجميع من السيطرة عليه. هذا واستنفر الحريق السلطات المحلية التي حلت بمكان الحريق وشرعت في تقديم يد العون للسكان.